السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أهم أخبار اليوم. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب إفريقيا الوسطى ستجرى بالمركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، وتجرى هذه المباراة بالملعب المذكور يوم الجمعة 27 مارس انطلاقا من الساعة 8، وتدخل مباراة الأسود أمام إفريقيا الوسطى في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. للإشارة فالمنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة الرابعة مناصفة مع المنتخب الموريتاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم بوروندي في المركز الرابع. في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي دينور واسمه الحقيقي نور عربات صاحب 18 سنة انتقاله إلى صفوف ساسولو الإيطالي، وكان اللاعب قد انضم لمركز تكوين نادي ساسولو الفرنسي قبل أن يعلن هذا الأسبوع الانتقال إلى نادي ساسولو، حيث سيرافق الفريق الرديف على أمل كسب مكان رفقة الفريق الأول الذي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطالي. وسبق للاعب أن أعلن الرغبة في حمل قميص المنتخب الوطني مستقبلا، بحيث كان قد علق في وقت سابق على صورة وهو يحمل قميص المغرب، لا يوجد شيء أفضل من اللعب لبلدي. وأعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي على انستغرام انتقاله إلى ساسولو في يوم عيد ميلاده، وكتب: إنه يوم رائع بالنسبة لي، وفي هذا اليوم الاستثنائي أعلن لكم عن توقيع على أول عقد احترافي مع نادي ساسولو. لا يزال فريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم يبحث عن تعزيز خطه الخلفي بعد إصابة مدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي، ويعتبر الدولي المغربي زهير فضال لاعب ريال بيتيس من بين الأسماء المقترحة لشغل هذا المركز. وحسب ما كشفت عنه مصادر إسبانيا من بينها ديسماركي وجريدة ستادو ديبورتيفو، فإن المدافع المغربي دخل في حسابات الخفافيش لتعويض غياب الأرجنتيني غاراي الذي تعرض إصابة خطيرة أنهت موسمه بالكامل. وأضافت المصادر نفسها أن الإصابة المؤلمة التي ألمت باللاعب غاراي بعثرت أوراق المدرب نظرا لشح خياراته في الخط الخلفي وتوفره على أسماء قليلة غير قادرة على تلبية كل احتياجاته. ووفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي تمنح النادي حق التعاقد مع لاعبين في حالة وجود إصابة تزيد مدتها عن 5 أشهر، فإن فالنسيا قادر على التعاقد مع لاعب آخر لتعويض غياب مدافع الأرجنتيني بالرغم من إغلاق نافذة الانتقالات. وسبق لمسؤول فالنسيا أن بدأوا اهتمامه في وقت سابق بخدمة المدافع المغربي زهير فضال المرتبط بعقد مع نادي ريال بيتيس يمتد إلى غاية يونيو 2021. يراهن مسؤول الفئة السنية ليوفنتوس الإيطالي لكرة القدم على تألق المغربي الأصل السويد الجنسية يونس جاكوب روحي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر لمساعدة زملائه الجدد على تحقيق نتائج جيدة في شطر الإياب بالدوري بغية تحقيق اللقب نهاية الموسم. وكانت إدارة السيدة العجوز قد تعاقدت في آخر يوم من أيام الميركاتو الشتوي الحالي مع اللاعب المذكور بعقد يمتد لموسمين ونصف، وسيجاور اللاعب مواطنه المغربي آدم منصور الجناح الأيمن بفريق يوفنتوس الفتيان والذي يتصدر ترتيب الدرجة الأولى لنفس الفئة، وينتظر منهما أن يقدم الإضافة إلى التركيبة البشرية الحالية، لا سيما أنهما يملكان من الموهبة والإمكانيات ما يخول لهما التألق والبروز. وسبق للاعب يونس المولود سنة 2004 في السويد من أب مغربي وأم بولندية أن دفع ألوان المنتخب السويد فئة أقل من 16 سنة، كما تحدو رغبة كبيرة في تمثيل منتخب الأشبال مستقبلا والدفاع عن راية بلده الأم المغرب.